ما هو المليء بالثقوب ومع ذلك يحتفظ بالماء؟ الإسفنجة. ما هو الشيء الذي يجري دون أرجل ويبكي دون عيون؟ السحاب. عقرب لا يخاف منه الناس ولا يؤذيهم. أظن هذا السؤال سهلا. إنه عقرب الساعة. شيء موجود في السماء إذا أضفت إليه حرفا أصبح في الأرض. النجم. وحين تضيف إليه الميم يصبح منجم. ما هو الشيء الذي يوصلك من بيتك إلى عملك دون أن يتحرك؟ إنها الطريق.